رح نكون مع اتصال لحين وصول ضيفنا ممثل موزعي المحروقات في لبنان استاذ فادي ابو شقره. صباح الخير استاذ فادي. صباح النور لك مدام ولكل المشاهدين، واضحى مبارك. اضحى مبارك على الجميع وعليك. استاذ فادي كان لافت وكان عناوين مهمه من امبارح لليوم، وهو انخفاض في اسعار المحروقات العالميه. اسعار المحروقات في العالم انخفضت والسعر بلبنان بعده محله، لماذا؟ نعم مدام، نحن كلنا بنعرف انه بنتاثر باسعار النفط عالميا. للأسف اليوم انخفضت أسعار النفط والموظفين في الدولة اللبنانية على حق، لأنه ما بقى قدران الموظف يوصل على عمله. نعم. يعني اليوم الموظفين مقدربين كانوا عم يسروا بعض أمور، وخاصة بالمديرية العامة للنفط بوزارة الطاقة. وزارة الاقتصاد صار لفترة طويلة مقدربين الموظفين بوزارة الاقتصاد. نعم. اليوم اتفاجأنا ما نضج جدول وما صدر جدول، عملنا عدة اتصالات عندهم انتعاب بموضوع المعاشات، موضوع النقل، بكل الامور. نحن عبركم عبر تلفزيون الجديد من طالب الحكومه، من طالب كل المسؤولين، ما قدرانين نتحمل اضراب موظفين الدوله لانه هو شريان الحياه. اليوم الجدول بده يحمل انخفاض، طيب هلا اليوم مقدربين عن صدور الجدول، اللي عنده بنزين عم ببيع واللي الشركه اللي عندها عم بتسلم. يعني بس بسبب الاضراب لم يصدر هذا الجدول، وبتتوقع اذا كان ما في اضراب سيصدر الجدول بانخفاض فعلي لاسعار ال نعم هذا الشيء اكدته معكم مع الشريف من كم يوم انه نعم. يكون في انخفاض على اسعار المحروقات، بس نحن وين الشلل الرايحين له؟ نعم. الوصلن له اللي قدام عيوننا انه هلا اليوم مقدربين عن صدور الجدول، مين بده يمضي على استيراد البواخر على الإجازات؟ صحيح. كله مرتبط ببعضه، يعني نحن فايتين بنفق مظلم ما نحن فيه هلا. والحل؟ ليش عم نطالب الحكومة؟ الحل حل موضوع الموظفين. معقول دولة اليوم ما في موظفين عم تيسر أمور الناس من مالية لمصلحة تسجيل سيارات لكل الأمور؟ نعم. حضرتك ستنا اشتريت سيارة، منين يحصل على إذا اشترى سيارة ما بيقدر يسجلها، مصلحة نعم. تسجيل السيارات مسجلة. نعم. كل الأمور مرتبطة ببعضها، ونحن أصحاب المصالح عم ندفع الثمن، تحقيق الأمور كلها مثل ما هي. هل هناك وعود بحل حلة هذا الموضوع؟ الحل حلي بإيد الدولة، الحل حلي يتفقوا مع بعضهم، لا وزير بالطالع ولا وزير بالنازل، في مصلحة بلد، في مصلحة مواطنين لازم تمشي، بندعي نعم. العالم السواح تجي على لبنان وما من يفسر أمور الناس، كيف هالمنطق؟ نعم. هذا اللي عم نسأل عنه. نعم، ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة، أنا بشكرك لتوضيح هذه النقطة.